طب رجالة صباح الفل، معانا 313 مليون. عايزين نشوف ايه الدنيا، لسه اللعبة متحدثة. عايز اشوف ايه الدنيا فيها، النظام فيها، في يعني بيقول لك في مش عارف، في كابتن كومباني اوفر 96. بس طبعا احنا عارفين ان هو مش الكابتن كومباني، وان هو بالنسبة لنا الحدث ده عبارة عن ماسكرانة. يعني احنا ايه، ما بناخدش اللاعب ده، وان احنا الدنيا بتاعتنا عبارة عن ماسكرانه بس. كومباني يعني كويس كويس إلى حد ما، بس ما حدش بيلعبه، كله بيلعب عشان ماسكرانو. وفي حدث تاني، الحدث التاني ده يعتبر في ميسي. يعني أنا شايف في ميسي تقريبا هنفضل. أوبا أوبا با 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 با. إيه التشكيلة دي يا جدعان؟ التشكيلة دي ده في روبرتو كارلوس، وفي فيرون، وفي زيكو، في رونالدينهو السرعة بتاعته 102. يا سلام لو نجيب الكارت ده، يعني يا سلام لو نشتري الكارت، لو نقدر نشتريه. بس الدنيا صعبة، صعب نشتريه، صعب أصلا نشتريه. يا لهوي يا لهوي يا فيفا. ماشي ماشي، تعالوا كده نشوف الدنيا في الباكيجات وفي المقايضات، نظامها في مقايضات جديدة نزلت ولا ما فيش؟ ايه ده؟ ده بتاعت نقدر نجيب منه ماسكرانو، نقدر نجيب ماسكرانو. في مقايضة محدودة، وفي المقايضة دي، المقايضة دي بتحط لعيبة 94. وريني كده هي فيها مين. هما نفس اللعيبة اللي كانوا قبل كده أصلا. طب والمقايضة دي؟ لا هي لعيبة جديدة، اهي لعيبة جديدة اهي. تعالوا نجربها، طيب نجربها كده نشوف الدنيا، نجربها كده ونحط لعيبة 95. يعني يمكن الحظ يضرب في كاسياس ولا ماتيوس ولا أي حد، بما إن الحدث لسه متحدث، فيعني الحظ ممكن إلى حد ما يكون كويس، يمكن ويمكن لأ. يعني على الله بقى، على الله بقى. يلا بينا. عالم غريب ال دبليو، عالم أغرب. لعب 95 ولعب 95. طب كويس، مش احنا كده كده حطينا لاعبين 95، فكويس ان هو ايه ظبط لنا الدنيا. عايزين نبقى نظبط ال نظبط الاتنين ماسكرانو دول، عشان عايزين نطور بلان عندنا. واللي ما شافش الفيديو اللي فات، انا جالي بلان. تعالوا نشوف كده الباكيجات والدنيا، نشوف الباكيجات والدنيا. طيب في الباكيج ابو 3000 جوارة ده، حظ بتاعه حلو قوي، بس انا عايز اشوف هل الحدث التاني موجود. ده ب 3000 جوهرة، بيضمن لنا لاعب 93، لاعب ما بيتباعش. تعالوا نجربه، ولا في حاجة تانية أحسن؟ في ب 4000 بيتباع. تعالوا ناخد المجانا دي عشان دايما بنساها. تعالوا نفتح. طيب يلا بينا نفتح أبو 3 هنا، نفتح أبو 4 هناك. ماشي، يا رب يجي لنا حد كويس يا رب. يعني يا رب. ايه ده، ايه الحدث الغريب ده؟ ليه الشكل الغريب ده؟ مين ده؟ ماشي، مش حلو. لا مش حلو، لا ما عجبنيش. لا يا فيفا ما عجبنيش. لا يا فيفا، فين التاني؟ طيب كان في حدث تاني. ايوه اديني بطاقة اليورو ده، ماتيوس. يا سلام يا ماتيوس لو تطلع. يا رب يطلع لحد جدعان اللي لوصل لحد اللحظة دي. يعني ما عملناش لايك، اعمل لنا لايك كده ولع لنا الحكة. عالم دجلش ده عالم دجلش. مين ده بقى؟ يا خرا ده. ماشي يا فيفا، ماشي يا فيفا، اللي تشوفيه يا فيفا. والله يعني ايه اللي تشوفيه، ايه اللي تشوفيه. انا عامة مش مرتاح، وحاسس ان الدنيا صعبة. طيب تعالوا ناخد ال 2500 جوهرة دول، حلوين. ناخد ايه تاني؟ انا عايز اشتري لعيبة على فكرة، يعني لسه عايزين نشتري. وريني كده. لا لسه عايزين نظبط الدنيا بقى في ماسكرانو والدنيا دي. هو انا معايا دوديك. طب استنى،
في حوارات كتير عايزين نعملها والله النهارده. انا عايز ابص برضو على الـ على الـ على التحديث الجديد اللي هو فيه تلات، في المفروض يكون فيه تلاتة، في تلاتة اسمه ده، المفروض يكون فيه تلاتة ماسكرانو صح؟ ناخد بس البتاعة دي، المفروض يكون فيه تلاتة ماسكرانو. يعني انا عايز اخد التلاتة. ماشي، مجانا الف جوهرة. قشطة قشطة يا عم، هات الالف جوهرة دول. المفروض ايه ده ما تحدثتش. في حاجة اسمها الاسبوع التاني اهي. كنت هزعل اوي لو ما تحدثتش، عشان انا عايز كمية ماسكرانو الفترة دي. ده احنا هناخد اتنين بس يا ولاد اللذين، وانا اللي قلت هتظبطونا وبتاع. طيب احنا كنا بنمشي ازاي؟ طيب عشان احنا عايزين نختم بس في الفيديو ده الحوارات دي كلها. يعني احنا في هذا الفيديو نريد تختيم الحدث مثل كل مرة. ادي اول حاجة، خدنا الميت جوهرة، وللأسف طلعوا اتنين ماسكرانو بس ولاد اللذين. يعني هما كانوا بيدونا تلاتة الأسبوع الأول، قالوا لك لا كفاية عليهم اتنين بس، وشكلهم هيعذبونا عشان ناخد الكوك، ناخد الباقي. يلا يلا يابا، معايا 9000 جوهرة. 9000 جوهرة دول هنبقى نظبط بيهم بعدين الدنيا. 300 نقل تدريب. طب كويس كويس ان هم زودوا نقاط نقل التدريب، بس قللوا لنا ماسكرانو ولاد اللذينة. خدنا الباكج الصغير. طب هتطلع لي لفوق بقى، هات لي ماسكرانو بقى، هات لي ماسكرانو. احنا كده كده هنختم ان شاء الله. يعني 100 جوهرة. والنبي يا جدعان زقوا معايا الدنيا كده في القناة، ولا قلنا الحكاية. والنبي كده اللي مش عاملين لايك يعمل لنا لايك كده، ويزق معايا الدنيا، يزق معايا الدنيا. يلا بينا يابا. انا الفيديو ده يعتبر عملت فيه كل حاجة، مقايضات اهم، ماسكران، مقايضات، حوارات، استلامات، حلويات. يلا يلا بينا. يلا بينا. ادي ماسكرون التانية. اوبا. طب والله كويس، ولسه في 2 ماسكرون ان شاء الله هنجيبهم برضو مع بعض في الفيديو ده. انا اي حاجة بتتجاب النهاردة نحاول نجيبها في الفيديو ده، ونشوف ان شاء الله لو يزيد وقت نلعب جيم بلاي. بس الفكرة كلها ان التشكيلة بايظة. يعني يا جدعان حتى لو لعبنا جيم بلاي، التشكيلة هتشوفوا ازاي بايظة. بايظة دفاعيا، وواحد في الهجوم عشان خاطر بلان، وعشان خاطر ريبري اللي احنا بقيناه. اوف، انا جالي حاجة حلوة ما خدتش بالي منها. انا جالي ديونج سي دي ام، باين ما اعرفش ازاي ديونج وسي دي ام. انا مش عارف ايه اللي انا شفته، بس يعني انا كل اللي بعمله دلوقتي ان انا بختم الحدث. حسيت لاعب حلو جالي. ادي هاتنين دوتك كويس عشان نستفيد بيهم في تطوير اللاعب ل90. 10 مليون. لا هي كده كده 10 مليون ثابتة. كده كده احنا قفلنا صح، مفضلناش غير 300 جوهرة. هاتهم بعد اذنك، هاتهم بعد اذنك، وتسلم لي يا اخويا. كده انا قفلت كله صح. في حد تاني؟ مفيش حد تاني. قفلنا. هات يا عم ال300 دول، هات يابا. بس شكرا يابا، شكرا يابا. في بيقول لي جرب دي 100، تعال نجربه. يلا فاهم اللي هو ايه. يلا كده كده معانا، جالي لاعب 82 ملوش لازمة. ممكن نجرب 100 كمان، نجرب 100 كمان. يعني والله يعني هي حظها زي الخرا صراحة. يعني لو جينا الحق ترى الموبايل بتاعها هنك. انا بقول لكم حظها زي الزفت، بس كفاية. كفاية يا عم هادي، كفاية يا عم هادي. بس فاللي هو انا المفروض في ماسكرانو، لازم لنا لعيبة تسعينات. انا معايا 2 دودك، معايا 2 دودك. احنا لازم لنا لعيبة تسعينات. مثلا ممكن نروح كده، ايه اللاعبون. فاحنا ممكن اعلى حاجة 89. ماشي، في فين اللعيبة اللي بتتقايد؟ مثلا ممكن ترقية التصنيف، ممكن العيال دي تتظبط ببعض. يعني ممكن الواد ده يعني فاهم، نحطه في بعضه فنكمل 5 لعيبة تقريبا كده. أيوة، لما يزيد ل90 فيتحط، فنعرف نظبط بيه الدنيا. يا رب بس ما اكونش انا بعوق.
نرقي التصنيف، ادي التاني عشان خاطر نستلم ماسكرانو بس، يعني فاهم، نستلم ماسكرانو. ولاد الذين استخسروا فينا واحدة ماسكرانو زيادة في الأسبوع التاني، يعني المفروض كل أسبوع ناخد تلاتة من اللعبة في بلاش. لا، اللعبة استخسرت فينا، هي اللعبة استخسرت فينا بنت اللذين كده. اللاعب التالت، عايزين الرابع والخامس. طيب مثلا تعالى يا عم الرابع، خد يا اسطى، خد واحدة دودك. عايزين اللاعب الخامس ونشوف هل هيتحطوا في المقايضة ولا لأ. جيريمي دوكو، جيريمي دوكو، خد يابا، خد يابا ولا تزعل نفسك يابا، أحلى دودك عليك. هلا ناخد بتاع ده وبعد كده نشوف الدنيا، يعني ناخد المقايضات ونشوف الدنيا. يلا بينا يلا بينا، ورينا دودك، ورينا ماسكرونه. طيب فين اللعيبة بقى اللي احنا ظبطناها التسعين؟ فين اللعيبة التسعين؟ لا انا مش هفضل امشي كل ده. طيب انتوا ليه بتتعاملوا معانا كده؟ ايوه، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اهو اتظبطت اتظبطت. تاخد الاولى الماسكرونانية، عايزين لعيبة تسعين تاني مقلناش للأسف. انا اكيد مش هقعد، يونج جالي يا جدعان بسبعة مليون، فتعالوا كده نشوف لو ديونج بيتباع. يمكن والله يمكن يكون بيتباع، اهو شايفين ديونج سي دي ام. يا لهوي يا لهوي يا عم ديونج، وريني طاقاتك كده. بس انت يا ديونج ما تلعبش سي دي ام خالص، بس طاقاتك حلو معايا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ماسكرانو، والله ما اعرف جم منين، واقسم بالله ما اعرف السبع مسكران دول، والله ما اعرف جم منين بجد. قطع نقدية، لا بإجمالي 93 معانا ديونج، بدل بسبعة مليون عشان انا عايز كل قطرة كوينز معايا. هتعرفوا ليه، هتعرفوا ليه، هتعرفوا ليه بجد، عشان انا عايز اظبط التشكيلة اكتر. ماشي ماشي، انا البتاعة دي ما بحبهاش. عايزين لعيبة 89 عشان نحط ناخد ماسكرانو التانية، بس مش عارف هل نعملها كده دلوقتي ولا ايه الدنيا، ولا ايه النظام، ايه هو كل حاجة هتبتدي ترخص دلوقتي ولا هتغلى، ولا ايه النظام، ولا ورينا يا عم البرنامج يا عم، ورينا العيال دي. ميسي 900 مليون وما ما تحطش منه نسخ. فالفيردي ار ام ماشي 400 مليون، والله مش عارف مين ممكن يشتري فالفيردي ب 400 مليون بس قشطة. طب ايه، طيب مفيش اي حد اتحط منه نسخ غير العيال دي؟ العيال اللي فوق لسه متحطش منها، لسه متحطش منها. ديفيز مش حلو، مظنش ان هو هيكون حلو في ال دبليو، يعني ما يغركمش السرعة والمراوغة، هو هيكون واحد بيوصل كور، فاهمين، القدم بتاعته ضعيفة وكمان ما عندوش سمات حلوة تخليه يلعب ال دبليو بصراحة، يعني ده تصنيفي فيه. فينيسيوس كويس، بس فينيسيوس كون ان هو ما عندوش المهارة البارعة، فده في حد ذاته يخليك ما تفكرش فيه اصلا. هو الحدث ده يعني يعتبر ما فيهوش حد غير ميسي بصراحة، يعني هو ميسي الكارت الوحيد الكويس، ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا حتى ده ولا ده ولا ده ولا ده. فيدال انظامه تلاتة مهارة، اخس 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 اخس. دياز انظامك، حتى دياز يا جدعان مش نزله المهارة البرعة، ففكرة ان كارت مش نزله المهارة البرعة عشان ال ام، لا وحش بصراحة، كل اللعيبة دي وحشة يا جدعان. بصوا الحدث ده كله وحش، مفهوش غير ميسي بس، هما في شوية ايقونات طر، يعني عندكم رونالدينو ده عايزين نحطه في قائمة المراقبة بس كده نشوفه. بلان ابتدى يغلى واحنا عايزين نلعب بيه اصلا، فنظبط الدنيا اكتر واكتر، فنشوف الاجواء. وانا عايز اشتري ال دبليو بس مش عارف اشتري مين بصراحة، عايزين نشتري لنا ال دبليو كده محترم، وعايزين، طب ثانية واحدة، التصفية المركز ال دبليو اصفر، عايز اشتري ال دبليو محترم يا جدعان. انا معايا 343 مليون.
هل نشتري فينيسيوس جونيور ولا بلاش؟ تسديدة بارعة عند الباور شوت دي، الار تو دي، الار تو يا جدعان، تسديد بخارج القدم هيبقى جامد فشخ معانا. مش عارف هل اشتريه هل اشتريه ولا اشتري حد تاني، بس انا بفكر فيه فشخ يعني، بفكر فيه فشخ. ولا نشتري امبابي النسخة دي، النسخة الحمراء، هيبقى اوفر 102. بس لا، انا مش عايز لعيبة اوفر 102، انا عايز لعيبة صفرة، عايز لعيب اصفر اكتر من اي حاجة تانية. طب رافائيل لياو، رافائيل لياو 106 والمراوغة 101، ده المراوغة 101، 105، 93 تسديد، ده 92، 8، 84، 86، والله شبه بعض، شبه بعض قوي. وبرضو عنده التسديدة البارعة، عنده الارتو. انا محتار، محتار بين ده وده، محتار بين ده وده. ولا نرجع لريبري ونشتري بقى خط نص، يعني لو رجعنا لريبري ممكن نشتريه بالسعر الرخيص ده ويتبقى معانا 100 150 مليون نجيب بيهم خط نص. تعالوا نشوف كده خطوط النص عاملة ازاي. يا خطوط النص، خطوط النص اللي بمية مليون، 150 مليون، في مودريتش، في مودريتش، في لامبارد، ممكن نشتري النسخة دي. وحياة ربنا ما عارف، انا محيات ربنا ما عارف، ممكن اشتري دي بروين اصفر، اشتري دي بروين اصفر ولا اشتري، مش عارف اقرر، انا مش عارف اقرر. بس يعني انا شايف ان احنا نقفل الفيديو على كده، واديكم شايفين التشكيلة يعني بتاعتنا، شايفين بلان اهو محطوط هنا، ده هنطوره بمسكرانه الفيديو اللي جاي، هنطوره بكل مسكرانه. انا هجيب مسكرانه التانية دي معايا عشان خاطر ما اطولش الفيديو معاكم، وهجيب ال دبليو، بس هجيب ال دبليو بناء على الكومنتات. يعني لو ينطور المركزين دول، ينطور مركز واحد فيهم ويبقى قوي فشخ، اللي هو نجيب فيه مثلا فينيسيوس جونيور او رافائيل لياو الكبير، تمام، ونلعب بيه. و يا اما نطور المركزين بقى، خلد يبقى دكة بقى ولا حاجة، براحتكم بقى. تمام يا جدعان، هقفل على كده ونتقابل تاني بعدين. سلاموس.